يوم قبل الأخير لسوق شناص الشعبي الرمضاني، جايين نسلم عليهم ونودعهم ونقولهم نشوفكم بإذن الله سبحانه وتعالى في رمضان القادم إذا الله أعطانا عمر. عمي كيف حالك؟ حياك الله أبوي. طيب كيف حالك؟ حياكم الله. يا تتمشى ولا يا تبيع؟ لا يا تجلس عند الربيع. اي بس اخر يومين اخر ايام السوق. نعم نعم. ها نعم اخر خلاص اخر ايامه مره. السلام عليكم عمي. عليك السلام ورحمه. كيف الحال؟ يا مرحبا. السلام. طيب وكيف حالكم؟ مرتاح؟ طيبين الحمد لله. وش حال هلا اول ما اول علومكم؟ خليل عندك ماشي ماشي علوم. الا الخير من صوبك. ماشي ما خبرت شيء. الخير من صارت قلبك. متيلس. نعم نطلب الله. ما شاء الله مال البلاد. اي نعم. السلام عليكم. السلام والرحمه. البيذام. بيذام وبصل. حد يقول بيذام وحد يقول بيذام. احنا ما نعرف انه بيذام. اه وحد اللي هو. هو تقول بيذام ولا بيذام؟ بيذام. بيذام. لا غلبتونا يا عيل. اي نعم. يا تاخذ عند الريات تسوقون؟ بعدنا بندف. اي نعم عنده بصل مال البلاد. مال البلاد هذا. اي نعم. مال وين؟ اي من وين؟ مال شناص. مال شناص. اي والله. شوف ما شاء الله. شوفوا. ما معطاي كيماوي. ما في كيماوي؟ لا معطاي سماد بقر. فوين؟ في المزرعة؟ المزرعة. مزرعتك؟ اي نعم. وماي ماي حلو ولا ماي متوسط؟ خل متوسط. ايه. تخلطوه الماي؟ ما نخلطه. الماي زين يعني؟ حلقة ربه. للزراعة زين؟ للزراعة. شوف ما شاء الله. وعلى الحاجة ينشرب. شوفوا بصل شناص ما شاء الله تبارك الله بترابة بترابة. على كم الكرتون عمي؟ كرتون ريال واحد. ريال واحد. اي نعم. يلا هذا كرتون بريال. يا الله. لحظة عمي لحظة لحظة. لحظة. ايه. شوفوا شوفوا ما شاء الله. ستة كيلو كرتون بصل البلاد بريال. بريال بريال. مزرعة سيف بن سعيد بن سيف الوهيبي. والنعم والله. وسابعة علي وعليكم. والنعم والله سبعة العام. اي نعم. متأكد من السعر؟ نعم. ايه ريال. غلطان ولا شيء؟ بصلي بصلي. بريال. خدمة هاليدين. ما شاء الله. كفو والله. ما كفو. طيب سماد بقر من دون كيماوي. كفو والله. شوفوا. يا مرحبا. شوفوا الكرتون يا جماعة الخير. الله يطول بارك الله فيك. يا حبيبي. حجز لي واحد عمي. ان شاء وهذا الملح ملح شناص؟ لا بحر الحدري. بحر الحدري؟ ايوه. وين هذا البحر الحدري؟ قريب من صلالة. اه البحر الحدري. اي نعم. على كم الكيسة؟ نص ريال. نص ريال؟ 3 كيلو. اه عندكم اخر ايام اخر الايام ها بنص ريال وهذا بريال. العرض بريال. نعم. شوف الكرتون ما شاء الله. والبيدان بريال. والبيدان بعد بريال؟ اي نعم. ما في دود ما في شيء؟ لا لا لا. عظمانتك؟ مرة قرنتي. مرة ورقة عليك. كفو. وهذا بكم؟ بريالين ونص. بريالين ونص؟ نعم. حق التنور؟ تنور. حق أول يوم عيد ولا ثاني يوم عيد؟ والله يوم ربك يكتب. يوم ربك يكتب. ثاني يوم ولا أول يوم؟ حد أول يوم حد ثاني يوم. لا احنا نتنر احنا سلكة الحجر بعيد. ايه. ايه. احنا نتنر يوم اللي أول يوم من الناس ما عليك ما تجلس في بيتك. ايوه. كيف نسيت تذبح عنهم؟ يقول احنا جايينه. يعني أنت ثاني يوم؟ هذا الرجال قفى عنا مرة ثانية ما بنسيل له. احنا ثاني يوم نذبح وثالث يوم ناكل التنور. يا سلام. لا يوم تاخذوا التنور. نعم. نحن ثاني يوم نذبح. ثاني يوم. ايه. نحن نسلم. ايه. ونمر على الارحام. ايه. ونتفول واليران ونخلص بالعيد على طول الظهر نجاب اللحم. اللحم. بارك الله فيك عمي. يا مرحبا. شيف الخاطر سلام سامحنا. يا حي الله يكتب الخير يا رب. ويا مرحبا. وكل عام وانتم بخير. شرفتوني. الله يطول. وكل عام وانتم بخير. الله يبارك فيك. والله يدوم عليكم الصحه والعافيه جميعا ان شاء الله. الله يحفظك يا عمي. انت وامه محمد جميع. امين يا رب. امين يا امين. سامحنا سامحنا سامحنا. شوف ما شاء الله الطاولات بدات تفضى على اخر الايام. اليوم هو يوم تحري الهلال وما معلوم بكره العيد او لا. شوفوا ما شاء الله المكان بدا يفضى وياين نودعهم ونسلم عليهم على امل لقاء بهم باذن الله سبحانه وتعالى في رمضان القادم وفي نفس المكان وان شاء الله بمكان اجمل واسر منتجه اكثر من هذا العدد. السلام عليكم. هلا استاذي. جايين نستسمح منكم. الله يبارك فيك. جزاكم الله خير. الله يبارك فيك. ماشي طالع لا تستسمح انت طالع. بنشوفكم ان شاء الله السنه القادمه. ان شاء الله. الله يبارك يوفقك ان شاء الله. وانت ما قصرت صراحه حقيقه يعني واجب. يوم تي هنا تعمل لنا اعلانات وكلام طيب واجب. ما ودائما الكلام الطيب ما يطلع الا من الانسان مثلك الطيب. عزيز غالي. عزيز بارك الله فيكم. يعطيكم العافيه. الله يعافيك. مو مقصرين تراكم. الله يبارك فيك. بامانه. السمبوسه ايه الحلوه هي باقي موجوده. موجوده. نعم. يا سلام عليك. انتوا كل شيء يطلع منكم حلو ما شاء الله. بارك الله فيك. بارك الله فيك. بيتك هاي. عزيز غالي. الله يحفظك. نشوفكم على خير ان شاء الله. ان شاء الله. حاجه ماره. جزاك الله خير. خاطر.
كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم طيب. الله يحفظكم يا رب. عسى الله ان شاء الله يجعلنا امين يا رب. امين امين يا رب. امين. جزاكم الله خير. بارك الله فيكم. السلام. كيف الحال؟ وبركاته. طيبين. حياكم الله. بارك الله فيكم. كل عام وانتم بخير. ومشكورين على فترة وجودكم هنا. وعلى اللي قدمتوه للناس ما شاء الله من اكل طيب ومن تعامل ما في احلى منه. بارك الله فيكم. شهر فضيل. وكل عام وانتم بخير ويعطيكم العافيه. حاجه ماره شوف الخاطر. الله يخليك. موفقين خير يا رب. موفقين خير. وهذاك علي بعد هنا. علي كيف الحال؟ مشكور علي. مشكور. وسامح هنا. كل عام وانتم بخير. ما قصرت. ما قصرت. شهر كامل ما شاء الله وانت بالهريس وبالشغل الطيب. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. نشوفكم ان شاء الله السنه القادمه. لا وانا بعد العيد اذا الله اعطانا عمر. ان شاء الله كم يوم بعد العيد بتروح البحرين؟ باذن الله. سلم على اهل البحرين ويجيب لنا حلوى شويطر مره كراتين. هذا خلص خلص كالعاده. يا الله عيب اشيل القدر انا في ريح. هذا الجدر بشيل انا. لا حبيبي ذكرى. لا راسي بالله. هذا بعد ثاني يوم من الايام باب الحديقه. راسي يوم الحديقه وبعد رجال البحرين يكون اباه هناك دونات. إذا عندك كم قدر عندك؟ هذا ثلاث وأربع ما بسدني. بس على الأقل ذكرى ذكرى. ذكرى يا فداك على ذكرى السوق الشعبي. بخليه هناك عند ورقة خضراوين. مرة مرة. عند ورقة خضراوين ذكرى. يلا بسم الله سامحنا. ويا الملاس اللي بدون ملاس. يلا جزاكم الله خير. عليكم كيف الحال؟ طيبين. بارك الله فيكم. أهلا بيك. جايين نقول كل عام وانتم بخير. وانتم بخير وسهالة. نشكركم على فترة وجودكم ما شاء الله شهر كامل. الله يخليك. وانتم ما شاء الله بالهريس وبالشغل الطيب. نحن اصحابين الهريس. والنعم الاساس والله. الاساس انا. والنعم الهريس ولاية شناص. ما شاء الله عساك دوم. والله يعطيك الصحة والعافية. وكل عام وانتم بخير. وانتم بخير وسهالة. ونشوفكم ان شاء الله السنة القادمة في هذا المكان باذن الله سبحانه وتعالى. يا الله اعطانا عمر. نطالبنا عمر ان شاء الله. عسى يا رب عسى موفقين خير يا رب موفقين خير. بارك الله فيكم بارك الله فيكم. حياكم الله. السلام عليكم. السلام عليكم. كيف الحال؟ بارك الله فيكم. أخبارك. الحمد لله. ألومك. مشكورين. العفو. ما قصرتوا. بارك الله على فترة وجودكم في هذا المكان. الحمد لله. ويعطيكم العافية. هذا بفضل الله. بارك الله فيكم. دعمكم حقنا. عزيز واجب. صح واجب. راح نفقد يعني رمضان والناس بعد راح نفقدك أنت. عزيز وغالي موجود أنا. خطوتك هاي ليها. الله يحفظك يا رب. الله يحفظكم يا رب. بارك الله فيكم. عزيز وغالي. والعافية. ونشوفكم إن شاء الله السنة القادمة. إن شاء الله. في هذا المكان. إن شاء الله. عن تغير مكان. ولا تغير مكانك. ايوه. بني ان شاء الله السنه القادمه بندورك عند رقم 14. ان شاء الله. اذا الله اعطانا عمر. بعد رمضان. ايه. زورنا في الموقع الاساسي عند الوالد. وين؟ الفرع الرئيسي عند ابو زايد. ان شاء الله ابشر. ابشر ابشر ان شاء الله. مشكور مشكور. سلم على الوالد سلام إن كبير. ان شاء الله يوصل. والله يحفظكم. يحفظكم. يطول عماركم. عمرك طويل. ويمدكم بالصحه والعافيه. امين. بارك الله فيكم. حاجه ماره. شوف الخاطر. شفتك بس. بارك الله فيكم. عزيز وغالي. عزيز. بارك الله فيكم. الله يحفظك يا رب. بارك الله فيكم. خلاص سلام عليش. كيف حالش؟ طيبة. جايين نشكركم ونودعكم على أمل اللقاء إن شاء الله بكم السنة القادمة. نتلاقى هني إن شاء الله تكون صحة وعافية يا رب. ومشكورين على اللي قدمتوه خلال شهر رمضان بالكامل. ما قصرتوا بهذا الخبز ما شاء الله بالطوبة الكبير. الله يحفظكم يا رب. بارك الله فيكم. آمين يا رب. آمين. وانتي بخير وصحة وسلامة. الله يحفظكم يا رب. الله يحفظكم. السلام عليكم جابري. كيف الحال؟ طيبين. حياكم الله. مشكورين. ما قصرتوا وبياض الوجه واكرمكم الله مثل ما اكرمتوا الناس. اول شيء انت جزاك الله خير. بارك الله فيك. واجب. على بدايه على ما تقدمه من دعم للاسر المنتجه. واجب واجب. ثاني شيء نبارك لك على نعم. ما حصلت عليه. جزاكم الله خير. جزاك الله خير ميزان حسناتك. امين يا رب. امين. ونتمنى ان شاء الله البعض ياخذ فكره منك انت. بارك الله فيك. ياخذ له شيء بسيط منك. عزيز وغالي. بارك الله فيكم. يعطيكم الصحة والعافية وبإذن الله سبحانه وتعالى ملتقين السنة القادمة إذا الله أعطانا عمر. إن شاء الله. في هذا المكان. إن شاء الله. ولكن أنتم ملتقاكم مكان ثاني. برجر الحديقة. نعم. كل يوم إن شاء الله أو كل أسبوع. إن شاء الله. بإذن الله سبحانه وتعالى. شاكرين لك يا أخوي محمد على دعمك. واجب. واجب. هذه المنتجة. واجب. ودعواتنا لك إن شاء الله بالتوفيق. آمين يا رب وياكم. وإن شاء الله من أعلى إلى أعلى إن شاء الله. وياكم تعالى. يا رب. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. سلام على الإخوان. شكرا. الله يحفظك يا رب. مو في خير يا رب. مو في خير. السلام عليكم. كيف حالكم؟ السلام عليكم. كيف الحال؟ وين صاحبه؟ صاحبه إجازة. إجازة اليوم ها؟ ما شاء الله. بنفتقده. سلموا عليه سلام كبير. سلموا عليه وما شاء الله. هذا مال أبوك؟ من؟
ما شاء الله والنعم والله والنعم والنعم. السلام عليكم. جايين نودعكم على امل لقاء بكم ان شاء الله السنه القادمه ان شاء الله في هذا المكان ان شاء الله يا رب. ونشوفكم ان شاء الله وتكونوا بصحه وعافيه ان شاء الله وكل عام وانتم بخير انت بصحه وسلامه يا رب. بارك الله فيكم يخليكم يا رب. امين يا رب يخليكم ويحفظكم. جزاكم الله خير على اللي قدمتوه للناس خلال شهر رمضان. الله يخليك. ما قصرتوا انتم بعد ما قصرتوا. جزاكم الله خير. واجب علينا واجب مثل ما انتم جيتكم انا واجب عليكم ايضا نحن واجب علينا ندعمكم. الله يخليك. بارك الله فيكم يعطيكم العافيه خير. بارك الله فيكم مشكورين مشكورين. السلام عليكم. خالوش حالش طيبة الله يسلمش سامحينا وكل عام وانتم بخير ومشكورين على اللي قدمتوه خلال شهر رمضان بالكامل ما قصرتوا. بيض الوجه عليكم ويعطيكم العافية. الله يحفظكم يا رب. الله يحفظكم. سامحونا جزاكم الله خير. بارك الله فيكم. سامحونا كيف حال طيبين. السلام عليكم. بيض الوجه عليكم ونشوفكم إن شاء الله السنة القادمة وتكونوا بصحة وعافية يا رب. نوجه طبعا جزيل الشكر لمكتب محافظة شمال الباطنة. نعم. ووالي شناص وجميع القائمين. لمكتب المحافظ ووالي شناص وبلدية شناص وجميع القائمين وأعضاء مجلس بلدي. أعضاء المجلس البلدي والشورى ما قصرتوا. والشورى نعم. وجميع المشاهير صراحة ما قصرتوا عليكم وجه الحمد لله. نعم. استفدتوا استفدتوا أختي استفدتوا؟ الحمد لله شكرا يا رب الحمد لله. الله يجمعنا على خير. على الخير يا رب. ونشوفكم إن شاء الله السنة القادمة وتكونوا بصحة وعافية في هذا المكان. الله يحفظكم يا رب. بارك الله فيكم. السلام عليكم. بارك الله فيكم يعطيكم العافية وكل عام وانتم بخير ونشوفكم إن شاء الله السنة القادمة في هذا المكان وتكون صحة وعافية. آمين يا رب آمين. عفو واجب 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 واجب. حال طيبين كل عام وانتم بخير. السلام عليكم. كل عام وانتم بخير. السلام عليكم. كل عام وانتم بخير. حياكم الله. سامحني كل عام وانتم بخير. بارك الله فيكم. سامحوني بخير مسموح. بارك الله فيكم. بالحل الله يحفظك يا رب. كل عام وانتم بخير. بارك الله فيك وانت بخير. جاي نشكر الجماعه. الله يجزيك خير. شهر كامل ما شاء الله ما قصرتوا. عزيز وغالي بارك الله فيك. بياض الوجه عليكم. محمد وانت بعد كذا قدمتوا الشيء الطيب للناس. بارك الله فيك. ونسال الله يتقبل منكم يا رب. الله يجزيك خير. بارك الله فيك. ونشوفكم ان شاء الله السنه القادمه. ان شاء الله في هذا المكان. في هذا المكان وتكونوا بصحه وعافيه. ان شاء الله يا رب. الله يجزيك خير. تستمر في هذا المكان. ان شاء الله. لا حقيقه يعني هو بعد ما شاء الله عليه الكل يثني عليه على تغطيتك مع الاسر هذه المنتجه حقيقه يعني. واجب. وقتك هذه الكل يشهد عليها. واجب واجب انتم سامحونا ومشكورين جزاكم الله خير. العفو بارك الله فيكم. يعطيكم العافيه. الله يعافيك يا محمد. فمان الله فمان الله. ما شاء الله بخضرتهم باغراضهم الجميله. السلام عليكم. السلام صديقي كيف حالك؟ الحمد لله. شكرا. ان شاء الله السنه الجاي يجي ها؟ ان شاء الله. انت موجود منه؟ هذا اكل مال كيف الحال؟ طيبين حياكم الله. كيف الحال؟ طيبين. شوف حذرنا اخر يوم سام تراك اليوم. بارك الله فيكم. كل عام انتم بخير. انتم بخير. مشكورين. شكرا لله. وما قصرتوا على اللي قدمتوه خلال فتره رمضان شهر كامل. بياض الوجه عليكم. وباذن الله سبحانه وتعالى نشوفكم السنه القادمه وتكونوا بصحه وعافيه. ان شاء الله باذن الله. بارك الله فيكم. حاجه ماره شوف الخاطر. جزاك الله خير. بارك الله فيكم. مشكورين. الله يحفظكم يا رب. واجب 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 واجب. السلام عليكم. سلام ابو عبد الله حبيبي. بارك الله فيك. كيف الحال؟ طيبين. السلام عليكم. كل عام وانتم بخير. بخير بسط طفر بي بسط وكله من طال عمرك من وجهك الطيب. بارك الله فيك. نعم والله عزيز غالي. اي نعم والله. كل عام وانتم بخير. انت بخير الغالي ومشكورين. الله يخليك. وما قصرتوا صراحه عمر صح؟ عمر. اي نعم. ما قصر عمر وما قصر عبد الله. وانت شو اسمك؟ عبد العزيز. عبد العزيز والصغيره ولا الصغير؟ عزان. عزان وعزان صور عزان صور عزان. عزان اهم واحد. تعال عزان تعال تعال تعال. مشكور يا ابو عبد الله. الله يخليك طنورك. ما قصرت. كل عام وانتم بخير. انتم بخير الغالي. ونشوفكم ان شاء الله السنه القادمه في هذا المكان. امين ان شاء الله. وانت والعيال بصحه وعافيه. امين ان شاء الله. ولكن انت بالذات ثاني يوم العيد وين تلاقى؟ بعد ثاني ما ثاني العيد هو. ثالث يوم. ثالث اليوم ولا رابع العود ان شاء الله؟ رابع العيد ان شاء الله. ايوه. وتلاقينا ان شاء الله في سوق السمك. سوق السمك. نعم باذن الله سبحانه وتعالى. باذن الله ان شاء الله. طالب العمر. والجيدر وان شاء الله في الجبره ملتقانا ان شاء الله مع الجيدر. نعم. الهسوسه. الهسوسه والزبر اقول. نعم نعم نعم. بعد الزعفران ها؟ ايوه نعم. شهر كامل تعطرت. نعم اكيد. شهر كامل تعطرت بالزعفران. نعم نعم. وبعد العيد ملتقانا ان شاء الله في الجبره. يعطيك العافيه. الله يعافيك. طبعا عارف ابو عبد الله من الشباب المثابرين لما خفوا الناس عن شراء السمك. طبعا احنا في الشمال في شناص خاصه ما في اقبال على السمك في رمضان قليل قليل جدا. اكثر شيء الناس يقبلوا على اللحم والدجاج.
في طول ايام السنه الناس ما تاكل لحم قليل، ياكلوا كل السمك ما شاء الله. نعم نعم نعم. فلما يجي رمضان لا يتوجهوا على اللي هي اللحوم. نعم. ولكن عارف ما وقف، قال لا بغير. وش يبوا الناس؟ يوم ما شاء الله وجهز لهم ألذ الاطباق، هو ما شاء الله عليها يعطيها العافيه، الله يحفظها ام عبد الله زوجته وام العيال ما شاء الله، يعطيكم العافيه. يعافيك ان شاء الله. وملتقانا ان شاء الله. وعليكم السلام. كيف الحال؟ طيبين؟ كل عام وانتم بخير. بخير وسهلا رب العالمين. مشكورين. جزاكم الله خير. ما قصرتوا. ما قصرتوا. يا ضويعه، انتم اللي مشكورين. جزاكم الله خير. احنا اللي مرتاحين، كاشخين، ملابسنا. انتم ما شاء الله من الصباح تجابلوا اغراضكم وشغلكم وتطبخوا وتساعدوا اهلكم. الله وجهودكم معنا والاعلام مالكم هذا هو واجب واجب واجب. كل عام وانتم بخير. وباذن الله سبحانه وتعالى نشوفكم السنه القادمه. ان شاء الله الله اعطانا عمر. تكونوا بصحه وعافيه. ان شاء الله رب العالمين. لكم طولة العمر. يا رب. الله لكم طولة العمر. الله. بارك الله فيكم. حاجة مارة. شو الخاطر؟ موفق خير يا رب. موفق خير. يا مرحبا. بارك الله فيكم. يعطيكم العافية.